ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن وزارة الدفاع أن طهران أحبطت أكبر مؤامرة تخريبية ضد الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء في البلاد، واتهمت وزارة الدفاع في توصيفها للعملية بأنها مؤامرة تخريبية ضد الصناعات العسكرية في إيران كانت بتوجيه مباشر من الموساد الإسرائيلي. من القاهرة ينضم إلينا المختص في الشأن الإيراني هاني سليمان. مساء الخير وأهلا بك معنا أستاذ هاني في السادسة. التصريح الذي خرجت به طهران هو ليس التصريح الأول من نوعه، دائما هناك من يخترقها بشكل أو من يخترق نظامها الأمني. أبدأ معك من الأصداء الدولية تجاه هذه التصريحات تحديدا الأخيرة. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة متابعي قناة المملكة الكرام. يعني بالتأكيد هي تصريحات جاءت على مستوى رفيع من وزارة الدفاع الإيرانية عن وجود مؤامرة لاختراق شبكة الصواريخ الإيرانية، وهذه المؤامرة من خلال الجانب الإسرائيلي والموساد، ويمكن تم تفكيك هذه الشبكة والوصول لعناصرها سواء في الداخل أو العملاء في سواء في الخارج أو العملاء في الداخل. وأعتقد أن يمكن كما وردت التصريحات الرسمية التي من مصدر غير معلن عن أن هذه الشبكة كانت تستهدف توريد العديد من القطع والمواصفات، تحويل الصواريخ إلى ربما عبوات ناسفة واستهدافها في أي وقت من الأوقات، وهذا المخطط كان موجود من بشكل مبكر لاستهداف ربما الصناعات العسكرية للصواريخ في الفضاء والطيران، وده قطاع مهم جدا بالنسبة للقدرات العسكرية الإيرانية. كلنا نعلم أن الصواريخ الإيرانية يتم وتطورها وفقا لقدرات ذاتيه في ظل العقوبات المفروضه، وهذا القطاع مهم جدا بالنسبه للجانب الايراني. لكن في النهايه خلينا نقول ان يمكن لم تكن هناك العديد من التفاصيل والمعلومات والحجج القويه لسياق هذا الاتهام، لكن في النهايه هذا امر غير مهم نظرا لان هناك سجال كبير خلال السنوات السابقة ما بين الجانب الإيراني والإسرائيلي، وربما كان منذ أكثر من عام استهداف أحد المخازن في شرق إيران، وقبلها ربما العديد من العمليات الإسرائيلية لاستهداف قادة الحرس الثوري والقادة الإيرانيين، وتم اغتيال العديد منهم، وقبلها وتحديدا في الفترة من 2010 إلى حتى 2021 استهداف لعلماء النوويين الإيرانيين، وآخرهم محسن فخري زاده الذي كان مشرف على البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي نحن إزاء انتقال جديد من طاولة المواجهات الإسرائيلية الإيرانية التي لم تنتهي، واتخذت ربما أدوات مختلفة ومنعطفات متنوعة، بدأت بالصراع الكلاسيكي من دعم قوى المقاومة من جانب إيران إلى إسرائيل، ثم انتقلت إلى مراحل مثل استهداف المنشآت النووية مثل ما حدث في منشأة نطنز منذ عامين، واستهداف إسرائيل لمركز الطاقة الخاص بها، ثم بعد ذلك حرب الناقلات والحرب الاستخباراتية والسبرانية. فأعتقد أن السجال الإسرائيلي الإيراني لن ينتهي، وربما فتح أفاق وبؤر جديدة، وآخرها الجانب السوري والمواجهات من خلال الميليشيات الإيرانية في الداخل السوري. طيب، هذه الاتهامات الأخيرة بمحاولة اختراق دفاعاتها تحديدا من قبل إسرائيل جاءت بشكل أو بآخر بعد أن أعلنت طهران أنها استحوذت على تطوير منظومة كروز لديها، بالتالي إلى أي مدى فعلا اليوم ستواجه إيران المزيد من هذه الخروقات الأمنية في نظامها؟ خلال الأشهر والسنوات الماضية كان هناك ربما العديد من المؤشرات والاختبارات لمسألة اختراق الموساد للجانب الإيراني، كان هناك العديد من العمليات التي نجحت إسرائيل في القيام بها في الداخل الإيراني، زي ما قلت سواء اغتيالات سواء عمليات استهدفت المنشآت العسكرية أو المنشآت النووية وغيره، وبالتالي حالة الاختراق تلك موجودة بشكل كبير جدا داخل الجانب الإيراني. والرغم من التصريحات الإيرانية أن يمكن الحرس الثوري ومؤمن بشكل كبير وهناك حالة استعصاء على اختراق الجانب الإيراني، لكن عمليا كان هناك العديد من العمليات المختلفة التي ربما كشفت ضعف الجانب الاستخباراتي وأجهزة الاستخبارات الإيرانية في الأونة الأخيرة. لكن خلينا أقول أن يمكن المواجهات ما بين إيران وإسرائيل خلال الفترة القادمة ستأخذ منعطف متصاعد بشكل كبير، خاصة في ظل مستجدات على الساحة وآخرها الاتفاق السعودي الإيراني، وربما الذي كان بمثابة مفاجأة للجانب الإسرائيلي، ويمكن المضي قدما بالنسبة لإيران في
الخروج من التزاماتها في الاتفاق النووي، اعتقد انها ده هيستفز اسرائيل بشكل كبير، نعم. على وايضا على عدم التوصل الى اتفاق مع الجانب الامريكي. وبالتالي انا شايف ان يمكن تطوير ايران لمنظومه الصواريخ خلال الفتره الاخيره سيستفز اسرائيل بشكل كبير، وسيجعل هناك المزيد من المواجهات والرد ورد الفعل المقابل. طب ماذا عن المعسكرين الشرقي والغربي أيضا، المعسكرات المرتبطة اليوم بوقف إيران عن إنتاجها وتطويرها لمنظومة الدفاع الصاروخية كروز؟ هل فعلا سنشهد أي تحالفات عسكرية فعليا في بعض الأقطاب الكبيرة لوقف إيران ووضعها عند حدها في هذه المسألة؟ المواجهات والتحالفات بدأت بالفعل، كانت المواجهة بشكل مباشر مع إيران كبرنامج نووي، لكن في النهاية في ظل التطورات الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية يمكن كان هناك الدعم الإيراني لروسيا بالطائرات المسيرة الدرونز كان عامل مهم جدا في ربما زيادة قدرة روسيا على استهداف الأهداف الخاصة بالبنية التحتية، المياه والكهرباء، وتوجيه ضربات ربما أحدثت فروقات كبيرة في من المواجهة مع الجانب الأوكراني. وأعتقد أن يمكن إيران نجحت في زيادة تعاونها العسكري بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع روسيا، وأعتقد أن ده لا ينفصل عن شكل التحالفات التي تتشكل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في ظل وجود إيران أيضا على مقربة من التعاون مع الصين، اللي هي يمكن سهلت عليها العديد من الخطوات في التكيف والقفز على العقوبات الاقتصادية، علاوة على التعاون في المجال الصاروخ الذي تقدمه الصين لإيران بشكل غير مباشر. فأنا شايف أن هذه التحالفات موجودة، وساهمت الممارسات الأمريكية في تأكيد وترسيخ هذه التحالفات بوجود الصين وروسيا ثم إيران وكوريا الشمالية وبعض الدول ما بين قوسين المارقة والغير مرضي عنها في مربع واحد، وبالتالي تشابكت مصالحها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. فأنا شايف أن يمكن التعاون الصاروخي هيسهم في الصين ثم روسيا بشكل كبير، وهذا التعاون سيترسخ خلال الفترة القادمة إذا لم تكن هناك مقاربة ثنائية ما بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أو إذا لم تكن هناك نهاية للحرب الروسية الأوكرانية ولم تنجح واشنطن في فك الارتباط ما بين طهران وموسكو خلال الفترة الأخيرة. لكن أنا شايف أن الاتجاه بيسير في مزيد من التعاون ما بين هذه الدول إيران روسيا والصين، واللي هيكون له تداعيات مهمة جدا في تضييق الخناق على الولايات المتحدة الأمريكية وتسريب الضغوط والعزلة على واشنطن بدلا من نجاح واشنطن في. ولكن هل ستسعى إيران فعليا للتحالف مع جهات أخرى ضد الولايات المتحدة؟ في الفترة الأخيرة شهدنا بعض التحلحل ربما بين العلاقات الإيرانية الأمريكية، منها ما كان هناك عليه التطور في مسألة ملف الأسرى. بالتالي هل من الممكن أن نشهد تحلحلا في الملف الإيراني الأمريكي المرتبط بمسألة التسلح، بدون النظر بأنه اليوم إيران من الممكن أن تشكل تحالفات مع موسكو ومع الصين ضد الولايات المتحدة؟ خلينا أقول أن يمكن أحد أهم السمات الخاصة بالعلاقات الدولية في العالم المعاصر هي فكرة السيولة، بمعنى أن التحالفات متغيرة وبشكل سريع، وهناك إعادة تشكيل لطبيعة العلاقات من التأزم إلى التعاون بشكل يمكن متسارع، غير الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة اللي كانت التحالفات ثابتة وراسخة بشكل كبير، ويمكن كان هناك ثقل نوعا ما في تغيير التحالفات أو شكل العلاقات ما بين الدول. لكن في هذه الفترة كل السيناريوهات مفتوحة، لكن في النهاية إعادة العلاقات والتحالفات وتهدئة المسار ما بين طهران وواشنطن أعتقد أنه هو ربما لن يكون بالشكل السهل. هناك أزمة ثقة وهناك فجوة كبيرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وده بيثبته المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الجزئي أو المؤقت، أن واشنطن أفرزت أحد أهم بنوده وهو فك التعاون الإيراني عن روسيا. وأعتقد أن يمكن إيران اختارت الجانب الروسي، لكن زي ما قلت ربما في ظل أي صفقة أو أي إغراءات مهمة على مستوى العلاقات أو أي مزايا بالنسبة لإيران قد تكون هناك فرصة لتهدئة الأجواء أو فك الارتباط أو تهدئة التعاون مع روسيا بأي حال من الأحوال، إذا ما وجدت هناك فرص بديلة قوية على خط من الثقة والضمانات المعينة بالنسبة للجانب الأمريكي. لكن إيران لن تغامر في ظل عدم وجود مغريات أو وجود منافع تفوق العلاقات مع الصين وروسيا، ولن يكون بالأمر السهل أن تثق مرة أخرى في واشنطن في ظل هذه المتغيرات والوضع الخاص بالعلاقات الدولية والنظام العالمي في شكله الموجود حاليا. أشكر وجودك معنا من القاهرة المختص في الشأن الإيراني هاني سليمان، شكرا لك.